دار هذا المشروع في 2001، وكان في الاول الوالد ديالي هو اللي مسؤول على هذا في اول افتتاح، ومن بعد الوالد المعيا وداك الشيء يعني انسحب ودار بزاف ديال الناس، مي ما طوروش يعني الفضاء ديال التيتاني، بقات كترجع اللور اللور. الاول عام غنكون انا مسؤوله على هذا باقتراح اخ سمير بلحسين سمير، اللي بالتوجيهات ديالو ديال يوميه كيهضر معايا باش كيساعدني باش ان شاء الله نتقدموا ديما للامام لهذا المشروع هذا. وكنتمنى نكون نضال المراه المغربيه في 2001، كان مشروع خارق، واخ ديالي دار افتتاح يعني لا مثيل له لدرجه كيهضروا عليه الناس الان، وكان الوالد هو اللي مسؤول عليه، واخا الاخ ديالي كيمشي وكيجي كان ناجح 100%. من بعد ملي ولاو مسؤولين اخرين هرسوا بمعنى الكلمه، لاني درجه الاخ ديالي قال لي غترجعي باش نحيو ان شاء الله تيتانيك تكون في مستوى جيد. تقريبا جاو كاع المشاهير عندنا، منهم منهم التوديه، فنانة التوديه، منهم فنان الساسي، منهم حميد المرضي، منهم ود الحوات، منهم داودي سنهاجي، يعني جميع الفنانين الحمد لله تقريبا جاو عندنا. كنتمنى سيدي رحال يساعدونا، الحكومه تساعدنا باش نزيدوا لقدام، لان يعني شويه باقي شويه معرقلات، من الحمد لله كنتخطاوها باذن الله. كل شيء كل شيء بجميع الحيتيات، كل شيء كل شيء كل شيء. الا جيت نفسر طويله خاصني نبرك معك ساعات طويله. خاص النظافه، خاص النظام، خاص التفهم، خاص المساعده، ماشي اي حاجه نمشي نطلبوها بلاتي من بعد وتعرقلات كثيره. من الحمد لله باذن الله ربي كيساعدني وان شاء الله نتخطاها باذن الله، وماشي ساهله نشد فضاء التيتانيك بوحدي ومراه، من الحمد لله ربي عاوني وانا غادا القدام ان شاء الله. كنتمنى ربي يساعدني والمراه المناضله تبقى ديما مناضله ان شاء الله باذن الله. مرحبا بكم فضاء تيتانيك، سيدي رحال الشاطئ كرحب بكم، وكنتمنى نكون كنلبي لكم الرغبات ديالكم كيف ما كتمنوا ان شاء الله.